يلا عندي لجنه اتنين عصير كده حلاوه. ما شفنا الاوضه. يا لهوي على الاوضه يا عبد الله. شفت الاوضه يا عبد الله؟ اوضه تشرح القلب. يا بنت قلت لك كل تاخيرها وفيها خير، او ربك بعوض برضه. الحمد لله. طب بص بقول لك ايه، بكره باذن الله باذن الله اول ما اتاكد من النتيجه وان انا نجحت وانا ناجحه ان شاء الله هروح لقبلة مي ياخد منها بقيه فلوسي على بقيه فلوس فرشه المكياج وابقى كده خلصت حساب النجار. وانت متاكده انك حليتي ونجحتي ولا هتخيشي وتلبسيني؟ يا واد عيب عليك، بكره تشوف. ماشي يا ست القبلة ماشي. طب ربع هات لنا العصير. عصير ايه؟ اه عصير صح. طب هتشربي مانجا ولا برتقال؟ لا هات لي توكتيل. توكتيل ماشي، ده احلى توكتيل بالطعم الجامد ده. انت لسه ما كنتش واخد بالك من الطقم. طب والمكياج؟ رحمة ابويا كلك على بعضك عسل. توكتيل اللي انت عايزاه ده انا معاه التوكتيل نفسه. اموت انا. لا حلو. هما مالهم بينا يا ليل؟ ليه شاغلهم شؤنا اللي واخدنا نشرب مانجا ولا كوكتيل؟ الغرام في حياتنا مقللنا والحلق بالليل. روحنا يا عبد الله. يا حسني مال وشك قلب فجأة كده ليه؟ لا ده بطني هي اللي قلبت. بقول لك روحنا. طب نروح على مستوصف نطمن طيب. هرتاح لما تروحني يا عبد الله. قلت لك نجمنا خفيف احنا. Watch it.